من أشهر المعالم اللي موجودة في الزمالك، من أفضل الأماكن المبهجة اللي أنت ممكن تروح تزورها أنت وأسرتك ومختلف الفئات العمرية، حديقة الأسماك اللي موجودة يعني، بس للأسف وطالها الإهمال خلال السنوات اللي فاتت، ولكن يمكن إحنا الفترة الأخيرة كان في تطوير ليها مع حديقة طبعا الحيوان، وإحنا كنا من فترة بنصور في حديقة الحيوان وشاهدنا كمان التطوير اللي حصل. هذا التطوير كمان الحمد لله وصل لحديقة الأسماك، لأنه هذه الحديقة يعني أنا مش يعني كلمة جميلة أو روعة هي قليلة جدا عليها. هذا المكان كان مقصد مهم جدا لعدد كبير جدا من الملوك وعدد كبير جدا من السياح والشخصيات الهامة حول مختلف دول العالم. كانت مكان جذب كمان للمخرجين السينمائيين إن هم يصوروا أهم المشاهد في حديقة الأسماك. فبالتالي لما يكون عندنا مكان جميل زي ده من 1867 تقريبا، من أهم المعالم اللي موجودة في مصر مش بس في الزمالك، لازم نهتم بيه ولازم نحاول ان احنا يعني نعيد رونقه زي الأول وأكتر كمان. ويمكن الدولة المصرية الفترة الأخيرة اشتغلت على 3 مراحل لتطوير هذا المكان، هنعرفها دلوقتي من دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. يا دكتور محمد صباح الخير يا فندم، وكل سنة وانت طيب. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. آخر مرة كنا مع حضرتك في حديقة الحيوان أخبارها إيه الأول؟ لا، حديقة الحيوان الحمد لله بتزداد جمال وبتكتمل فيها المجموعة الحيوانية، والحمد لله يعني فيها جهد كبير بوزن والناس مستمتعة بيها يعني. طيب حديقة الأسماك يعني مصدر بهجة للزائرين، مكان من 1867، من أهم المعالم الموجودة في حي الزمالك، لكن طالوا الإهمال لسنوات كتيرة قوي. التطوير أخباره إيه؟ ده حقيقة فعلا دلوقتي حديقة الأسماك أنا بقول لحضرتك هي جاهزة فعلا لاستقبال السادة الزائرين، وتم الاهتمام الفترة اللي فاتت بالحديقة الحقيقة عن طريق توجيهات معالي وزير الزراعة. الحقيقة تم كمرحلة أولى تطوير المفرخ اللي هو الخاص بإنتاج الأسماك، وبرضه في مكان للعرض في المفرخ، يعني ده دلوقتي جاهز لاستقبال الزائرين. ويمكن جمال الحديقه في تنسيق الاماكن الخضراء بيها، تم طبعا تقليم الاشجار كلها والنخيل والاهتمام بالمساحات الخضراء اللي اصبحت فعلا متعه للزائرين. ايضا مهم جدا في الحديقه في المرحله الثانيه اللي تم تطويرها هي البحيره الوسطى داخل الحديقه، ودي برضو يعني الحقيقه تم يعني تطويرها وبرضو بقت مكان عرض اسماك للساده الزائرين. والحقيقه الجلوس حوالين البحيره دي اصبح يعني متعه لكثير من الزائرين، وخصوصا يعني بدات تجتذب تاني يعني اهالي منطقه الزمالك حقيقه بداوا يهتموا ان هم يجوا الحديقه مره تانيه. دورات المياه، التطوير اللي حصل في دورات المياه، شركات الامن بالاخص، حضرتك عارف ان في المناسبات بيكون في عدد كبير جدا من الناس، فالناس برضو عايزه تطمن اكتر. الخفافيش النباتيه تقريبا اسمها الخفافيش النباتيه اللي موجوده، تعاملنا معها ازاي؟ هذه التفاصيل يعني. الحقيقه برضو بطمن حضرتك ان دورات المياه حصل فيها تطوير على اعلى مستوى، يعني يعني دورات المياه ما فيهاش اي مشكله، ويعني فيها عنايه واهتمام، في برضو افراد امن موجودين احنا وفرناهم داخل الحديقه. وطبعا المرحله الثالثه هي تطوير الجبليه، احنا شغلنا بعض احواض فيها، ولكن في بعض احواض يعني احنا حاطين فيها محنطات بحيث انها لسه الصرف بتاعها عايز تطوير، لان الصرف بتاعها بيفتح الميه داخل الجبليه، جسم الجبليه، فبيهدد جسم الجبليه. فاحنا جاري تطوير بعض الاحواض اللي هي الصرف بتاعها فيه مشكله، ويعني هو في قرار صدر عموما من القياده السياسيه بتطوير 14 حديقه تراثيه، منها حديقه الاسماك وحديقه الحيوان. هتكلف قد ايه يا فندم تقريبا؟ والله حتى الان يعني التكلفه كلها جهود ذريه بواسطه ورش وزاره الزراعه، ويعني وورش حدائق الحيوان، فاعتقد حتى الان ما فيش تكلفه يعني تذكر، لكن هي يمكن جسم الجبليه هو اللي محتاج صرف شويه، لانه يعني الدراسات الهندسيه فيها تبقى اكتر، ودي لسه حتى الان ما اتعملش فيها اي يعني ما اتعملش فيها اي مبالغ ماليه، هي يعني تحت الدراسه وتحت الطرح
لشركات هندسية. هذه الحديقة أول ما تم افتتاحها كانت بتتميز إن هي فيها أشجار نادرة، فيها أسماك كمان نادرة، سواء كانت أسماك زينة، أسماك نيلية، أسماك بحرية، كلها أنواع نادرة. لو تقولنا أهم الحاجات اللي موجودة أو ما زالت موجودة. والله حضرتك احنا طبعا يعني زي ما بقول لحضرتك، هو يعني منطقه المفرخ دي فيها اسماك يعني اصبحت مهدده بالانقراض حتى من البيئه المصريه، يعني دي مهتمين جدا ان احنا نعيد هذه الاسماك المهدده بالانقراض من نهر النيل، ويمكن في مشروع بعد كده احنا بنقترح ان احنا نبقى يعني نعيد اطلاق هذه الاسماك في نهر النيل تاني عشان يبقى في الحفاظ على النوع. وبرضه في طبعا بعض الاسماك الصينيه النادره برضه موجوده في منطقه المفرخ، وايضا دلوقتي برضه البحيره احنا حطينا فيها اسماك برضه الوانها جميله، دي يعني اسماك الكوي واسماك ال 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 البنتايل، في اسماك كتير. اسماك الفامباير، انا سمعت صح، اسماك الايه؟ الفامباير. فامباير؟ فامباير فامباير اسمها كده. وفي برضه بعض انواع اسماك المبروك الفضي، ودي اسماك بتساعد في يعني العرض، بتبقى جميله الوانها وفي نفس الوقت بتطهر البحيره من الحشائش او اي يعني والخفافيش يا فندم. الخفافيش الحقيقه تم التعامل معاها يعني في منطقه معينه، هي داخل الجبليه، هي منطقه بسيطه في سقف الجبليه، في ميه منطقه الجبليه بالظبط كده، ودي منطقه بسيطه جدا، بيبقى في يعني مجرد الاضاءه بس ده بيطرد الخفافيش خارج الجبليه، يعني مجرد توفير اضاءه داخل الجبليه ده بيبقى ده سبب بسيط جدا وسهل جدا ان هي تخلص منها. يعني كل التوفيق طبعا لحضراتكم الفترة اللي جاية، ويعني هذا المكان مكان يعني يستحق ان احنا فعلا نهتم به، لانه من اهم معالمنا، من اهم الاماكن اللي موجودة في مصر كلها، والله مش في حي الزمالك بس، احنا كنا بنشوف اهم وافضل واجمل المشاهد ايام زمان. هذه الحديقة كانت يعني مليانة بالزائرين من مختلف الجنسيات، مختلف الفئات، عشان يروحوا يتفرجوا على جمالها والأشجار الجميلة النادرة والأسماك كمان اللي يعني النادرة كمان، وللأسف حضرتك بتقول إن هي كمان مهددة بالانقراض في الوقت الحالي. الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، شكرا ليك يا فندم.